مهارات الحياة اليومية هي المهارات التي تمكن الفرد من العيش باستقلالية وتحسن أداءه خلال اليوم الكامل وتجعله يندمج في المجتمع بشكل إيجابي. على سبيل المثال تفريش، غسل اليدين، غسل الوجه، وأيضا ربط الحذاء. وهذه المهارات التي قد يواجه أطفال ذوي الاضطراب في التوحد صعوبة في تنفيذها. طيب، ما هو التطور النمائي؟ التطور النمائي هو الأمر المناسب للبدء في تدريب الطفل على مهارات الحياة اليومية. هناك أمثلة عديدة على التطور النمائي. على سبيل المثال، الأمر المناسب لتدريب الأطفال على غسل اليدين هو من 3 إلى 6 سنوات. اختيار البيئة المناسبة، استخدام الجداول البصرية، تحليل المهمات وتقسيم الخطوات، تقليل مستوى المساعدات تدريجيا، استخدام المعززات. كما أن تفريش الأسنان يكون غالبا عند بدء ظهور أسنان الطفل لتجنب أي مشاكل مستقبلية لا سمح الله. أيضا مهارات الحذاء، ارتداء وربط الحذاء يتم تدريب الطفل عليها من عمر 3 سنوات، ويؤخذ باعتبار المهارات التي لدى الطفل قبل هذا الأمر. تقييم مهارات الحياة اليومية ودور أخصائي العلاج الوظيفي. يتم قياس مهارات الحياة اليومية بعدة أسئلة، يتم سؤالها للأهل ويتم بعد ذلك في تقييم الطفل وملاحظة مواطن الضعف والقوة للطفل. التدخل العلاجي باستخدام تحليل المهارات هي عبارة عن مراجعة المهارة ويتم تقسيمها إلى عدة خطوات صغيرة ويتم العمل عليها على حدة لكي يسهل معرفة خطوة التي تكمن فيها مشكلة الطفل. على سبيل المثال، مهارة غسل اليدين يتم تقسيمها إلى 8 خطوات كالنحو الآتي: الخطوة الأولى فتح صنبور المياه، الخطوة الثانية وضع اليدين تحت الماء لتبليل اليدين، الخطوة الثالثة وضع الصابون، الخطوة الرابعة فرك اليدين بالصابون، الخطوة الخامسة فرك اليدين تحت الماء مرة أخرى، الخطوة السادسة إغلاق صنبور المياه، الخطوة السابعة تجفيف اليدين، الخطوة الثامنة رمي المنديل في سلة المهملات. يعد دور الأسرة أهم الأدوار التي تساعد الطفل في زيادة مهاراته الاستقلالية. فعند تدريب الطفل يجب على الأهل الاستماع إلى تعليمات الأخصائيين وأيضا تقليل المساعدة إلا عند الحاجة لزيادة اعتماد الطفل على الأهل وأيضا زيادة استقلاليته في نفسه وزيادة المهارة في تعميم المنزل، بالإضافة إلى استخدام الجداول البصرية لكي تساعد الطفل اكتساب المهارة بشكل أكبر.